إن للشعر حلاوته، فإن للإنشاد دور في تعميق حلاوة الكلمة، وقد تطور الإنشاد عبر السنوات والسنوات حتى أخذوا على عاتقهم المنشدين والفرق الإنشادية مهمة كبيرة جدا في إيضاح أدوار أهل البيت عليهم السلام، ومع فرقة لها العديد من الإسهامات الإنشادية في العديد من المحافل المحلية، تميزت باتخاذها اسم جنة الفردوس لتحلق بنا بأنشودتها بهذه المناسبة العطرة. الله أكبر، هلت الزهراء. الله أكبر، هلت الزهراء، فإذا الوجود تبسم وسناء، وإذا الرسول يعيش فرحة والد بوليدة تسمو بها حواء، هي رحمة جبريل بشره بها، هي نعمة ومحبة وعطاء. يوم الولادة كان أكبر فرحة بقدومها، قد جلت النعماء. تتقدم فرقة جنة الفردوس برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب العصر والزمان وللمسلمين جميعا بذكرى مولد أم الحسنين وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وتقدم لكم هذه الأنشودة المتواضعة بعنوان هي الزهراء للشاعرين الأديبين محمد العويناتي والشاعر أحمد قنبر. فإليها خلها تفهم كل نفس مو فاهمة، خلها تفهم كل نفس، اي والله، وخلها تفهم كل نفس مو فاهمة، ان اصل الدنيا كلها شنو فاطمة، طاهرة طاهرة وحرة وتقية وعالمة، ولا بداية تحتويها وخاتمة. ضمضت صدر الحنين
العالمين صانها الكاف الأمين من تقاها ونقاها تشرق شمس العفا حملت معنا الطهارة وبنت منها حضارة وجهت جيش العدا دورها كان الهوية صنع أرواح تقية نصرها نحو العلا نحو العلا منتحنا تسير كل مؤمنا نحو العلا نحو العلا صديقي مع الكفاح تفرحين فاطمة فلتسعدي فيا وغفرا ولتكوني غانمة في صبرك مع الكفاح تفرحين فاطمة فصار القلب جنديا إلى حيدر ونبض القلب يتلو سورة الكوثر فصار القلب جنديا إلى حيدر ونبض القلب يتلو سورة الكوثر جل الذي يعشقه الغالي الرسول.
الحشر حتما بالجنان نحشر نحن عشاق الهداة أهل بيت المكرمات معهم حتى الممات قلبنا بالحب أزهر ولنا في الحشر كوثر نستقي مع البدو مع البدو فلا تمس الحاكم من اهتدى في فاطمة بنت الرسول بنت الرسول هذا الولاء راسخ ما غيرته الأثمنة قلوبنا بفاطم وبالهدى مؤمنة هذا